شكرا لك عبد الله رشيد انه خليتنا نشوف هذا الجمال الموجود في محافظه الحائط بمشاركتك في عرسه مواطن. واحنا في ختام الحلقه ندعوكم للمشاركه في هاشتاج برنامج ديرتنا في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في عرسه مواطن. خلونا نشوف المكان اللي موجودين فيه المحافظه والمنطقه والمدينه ونتجول في السعوديه بكل حب بعيوننا وعيونكم بعيون قناه السعوديه في امان.